التسويقات تهريو من التصنيف في الكوجينة، والمخ تعب من التصنيف والأفكار والهكا الشيويت والكل، عما ميسيلش ما عاد ما مازال. على هذاك اليوم مانيش باش نطول عليكم برشا، عندي زوج شيويت باش نودكم بيهم ينجموا ينفعوكم في الكوجينة، ونعرفكم توا المخ سيي ايبويزي ما عادش يعرف شي يخمم وما عادش يعرف شنو الدبره اللي باش يعملها باش يرضي الناس الكل. دونك اليوم باش نعملوا مع بعضنا حاجتين بنين، شهوات تنويشه، باش نعملوا مقرونه بالبشاميل ساهله على الاخر ما تشدكمش برشا في الكوجينة، وباش نعملوا مع بعضنا حاجه حلوه اللي هو البيتي فور بالشوكولاته، حاجه سهله مهله كيما عودتكم تنويشة. الشهيوة متاعنا السالي اليوم باش نعملو المقرونة بالبشاميل، اما مش اي مقرونة بالبشاميل، المقرونة باش نوريكم كيفاش نعملو صوص بشاميل اما مفوحة بالكدي بالكدي بالكدي، كيفاش تجي لونها هكا اورانجي، تجي تشهي، تجي بنينة، كيفاش نزيدوها الفخوماج والكل اون بلوس فيسا فيسا تحضر. دونك باش نعملوها اليوم بالدجاج، باش نحطو فيها الفخوماج، باش نحطو فيها، باش نوريكم التفويحة متاع البشاميل، كيفاش احنا باز متاع صوص بشاميل نجمو نعملو بيها برشا حاجات تنجم حتى تولي صوص فخوماجير. دونك اليوم باش نستعمل راندا هذيا كوكياج، وتظهر لي تمشي على الاخر على الاخر للبلان تاعنا اليوم، خاطر تشرب برشا صوص وبنينه بنينه بنينه. دونك نجيب لي زانغريديون الكل ونبداو توتسويت في الغسيل نتاعنا. حطيت الماء يسخن، قلت لكم راهو هذا في صفيصة، وحاجات كيف من هكا بالحق يربحونا برشا برشا وقت. حطيت الماء يسخن، ديكو نبدا نكمل الصوص نتاعي وكل شيء، فيسا فيسا نسمك المقرونة. باهي هنايا عندي دو بلون دو بولي اللي هو صدر الدجاج، باش نجي هوني وباش نقصهم طروف صغار اون بوتي دي كيف العادة، خاطر انا تظهر لي حاجات كيف من هكا لازمهم يتقصوا صغار، والا تحطهم كاملين وبعد تفتفتهم معناتها باش يجيو كيما نعملوا في 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 الطاجين. هي راهو كيما قلت لكم تشبه شويه للماكن تشيز نتاع الامريكان، اللي هي يحطوا فيها شيدار ويحطوا فيها الدنيا الكل. احنا هوني باش نستعملوا البو نتاع الكريم ايمونتا نتاع بريزيدون، نقصوا هوني هكا. حضرت الثوم، لازم هتجينا فوحة، لازم التوش التونسية باش نحطو فيها رند زيت، اما الرند انا باش نحطو في الماء. او قلت لكم المعلومة هذه باش تقولوا ليش ليه ما تجيش هكا، ليه ما تجيش هكا، وانا عكسكم، انا نحس اللي الكوجينة فن. دونك كل واحد كيفاش تي هي حاجه تبدا مثلا مقرونه اكزامبل، حاجه اللي هي نورمالمون الناس كل طيبها كيف كيف، وكل عائله كيفاش طيبها، كل واحد وكيفاش عنده قواعده، كيفاش تعلمها على امه ومامته وجدوده معناها والكل. دونك كل بلاد ورطالها كما يقولوا. اي سيدي اش عندنا هون؟ عندنا البلون دو بولي ديجا قصيناه كما تشوفوا هكايا، باش نبداو نفوحو، باش نحطو شويه زيت. عندي هوني الويل دو تورنسول نتاع جديده، باش نحط شويه كما قلت لكم نستعمل برشا، راني انا في التطيب هذا ولا زيت زيتونه، علاش؟ على خاطر يخلي الماكله تجيك نوت. دونك حتى كي هكا باش نطيب حاجه مثلا مش تونسيه ماهيش تونسيه والكل، ديما جو بريفير نستعمل هذا الويل دو تورنسول، خاطر ما يعطي حتى اغير جو ولا مطعم زايد ولا ندخو، يعطيك الماكله بنينه الحقيقه. باهي فوتكم بالكلام. دونك حطيت الثوم، حطيت البصل، حطيت البابريكا اللي هي فلفل زينه، باش نحط معاها شويه فلفل مهروش، شويه تونه كركم، ومعاه شويه كليل، هذيا زيدا توش التونسيه. دونك هذوما زوز كلهم باش نخلطوهم، بيان سور ما ننساوش الملح والفلفل الاكحل. وين البواط نتاعي العجيبه؟ اوبا اوبا، شويه بركه فلفل اكحل ما تكثروش، علاش؟ جينيرالمون راني انا في رمضان ما نستعملوش بتاتا، علاش؟ على خاطر فما شكون اللي تقلق من الفلفل الاكحل، وسورتو واحد صايم معناتها نهار كامل وكل شيء. دونك دو بريفيرونس نحطو نكتوده، روائح شهيه جدا جدا جدا. اي باش نخلي انا الدجاج يطيب بالكدا، ومن بعد هوني عندنا المقرونه كوكياج كما قلت لكم نتاع رندا، توا باش نحط نطيبها، على خاطر توت سويت بعد البولي ما يطيب باش نحط البشاميل تك وهي سخونه هكاكا باش نعملهم مع بعضهم. هذيا تشد 8 دقائق، دونك انا باش نخليها تطيب 6 دقائق وتكمل تطيب في الفرن. متفاهمين؟ متفاهمين. حطيت الملح، دونك توا باش نحط الكوكياج. فوالا
تنجموا تعملوها بذية، والا تعملوها بالمقرونه كود تليفون صغيره زاده بنينه على الاخر. هذيك دونك نجي هنايا فوالا. توا الدجاج نتاعي نقصت عليه، باش ناخذ هوني الشامبينيون. مسيو لو شامبينيون، فما حاجه لازمني نقولكم عليها، اللي هي حاجه وكونساي. الشامبينيون فري يا جماعه ما لازمكمش تغسلوه، ما تغسلوش يتقشر. الوحده هكا البرانيه بالكل تقشروها هكايا وكهو، ما لازمكمش تغسلوه، ما تغسلش الشامبينيون، ما تغسلش البولي نتاعنا. سي كمل، دونك نجي هنايا باش نقصوا تريفات صغار. زيد يبنن الحقيقه، وسورتو كي يبدا هكا مش كونسيرف، كي يبدا فري الحق انا نحبه برشا في الماكله، سورتو في الصوص بلانش والكل يمشي بالكدي بالكدي وينجح بالكدي بالكدي. فوالا انا راه مستنسه نعمل حاجه اخرى. شفت كي نجي مثلا باش نطيب مقرونه بالشامبينيون، يا ناخذ باركيت فيها الكعبات الصغار هذوكم، والا ناخذ باركيت فيهم كعبات كبار. كي نبدا هكا نحب في صفيصه نزرم الكل ونقصهم، اما هما الحقيقه كي يبداو صغار يزيدوا زاده ياسر محليه. انا راه نحب ديما نبدا الشيخه على الماكله ونحبها تجيني مزيانه، خاطر العين تاكل قبل ما تذوق، سورتو هكا توا في اللمات وسيدي رمضان وكل، لازم الحقيقه نعملوا حاجه تبدا هكا مزيانه في الطاوله والكل. الساعه الاخرانيه بالكل اللي قبل شقان الفطر، قديش نولي نتشهى، حسيلو ما نعطيش فرصه للاخرين باش يتشهيو. خاصه بون تشهيت وعملت المنيو كل شيء، دونك زي يلا توا باش نتعداو للصوص بيشاميل اللي باش تولي صوص فروماجير. دونك نجيو هنا باش نحطو زوز مغارف كبار نتاع الفارينه نتاع الرندا. باهي باش نكملو معاها. هوني عندي جديده باش ناخذ مقدار 40 غرام، حطينا جديده دونك هذوما الزوز توا باش نجي نحطهم، حطيكش ذوب جديدة والفارينة ويدخلوا في بعضهم. من بعد باش نفوحهم ونحط الحليب متاعي البارد. المقرونة متاعي طابت، حطيت فيها شوية زيت خاطر مازلت باش نحضر البشاميل. دونك انتوما كي تجيو باش تحضروا البشاميل وقتها تحطوا المقرونة. ريتو هكا لازمها تكون لا تكستور كل بات تولي. نجي هون نحطها، نحط شوية حليب، نخلط الدنيا الكل، بعد نبدا نزيد بالحليب في الحليب بشويه بشويه. فوالا نحط الكميه نتاع الحليب الكل تويكا، مقدار 750 مليلتر. البشاميل مانيش باش نطيبوها على الاخر وتعقد على الاخر، علاش؟ خاطر بطبيعتها باش تكمل الطيب في الفور، كي مش تطيب لي توا من بعد باش تجيني المقرونه نتاعي ياسر شايحه، دونك خليها شطرت ياه. فوالا نرجعها تويكا على نار متوسطه، باش نجي هنا نحط عليها شويه نواد موسكاد، رشه ما نحطوش برشا على خاطر جوز الطيب يجي ياسر قوي، دونك اش تحط منه شويه برك يفوح. نحطو شويه ملح وما نحطوش برشا على خاطر طبيعتنا باش نحطو الفرماج، دونك ما نحطوش برشا برشا ملح، شويه برك. وكما قلت لكم اونيفي ديما باش نستعملوا برشا ملح في الماكله نتاعنا، على خاطر من بعد نعطشوا برشا ونسيمو نهار كامل وكل شيء، دونك نقراو حسابنا. باش نخليها جوست تعقد شويه، باش نزيدها شويه بابريكا باش يولي لونها اورانجي، باش نزيدها شويه كركم. انا نلوج على كلون نتاع المقرونه اللي تبدا هكا تشخشخه تحسها مليونه بالفرماج. باش نزيدها هوني وينو 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 اللي هو لاصوص هذيه نتاع بريزيدون ايمونتال، دونك فما هذه وفما شيدار، باش نحطها الكل حتى التكستور نتاعها هبال. دونك نحطها الكل ونخلي ديما نقعد نحرك باش يدخل كل شيء في بعضه. فوالا عليت شويه في الغاز، كي تبدا تعقاد الصوص نتاعي وقتها باش نزيدها الاسكالوب والجو هذا الكل اللي حاطينه. جات هبيل 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 ياسر باهيه،
شفتوها كيفاش؟ دونك هوني انا توا ساهل برشا اك الدجاج اللي طيبته باش نحطه في وسط الصوص هذيا الكل نحطه هوني. واه بالضبط هالا وهذا المطلوب، وهذا الكل توا باش نعملوا به المقرونه نتاعنا. باش نخلي شويه في الاخر بالكل، ونجي نبدا نحرك المقرونه نتاعي الكل باش تدخل فيها كالصوص هذيك. تسمعوا في صوتي هوني؟ نجمو نزيدو فلفل بر العبيد، نجمو نزيدو فلفل مسير، ليمون، زيتون. دونك بعد كنت تحبوا تحطوا حاجات اخرين عندكم فو فيغ من عندي. يلا باش نحط شويه بركه زيت وباش نحطو هكايا في الاطراف الكل. اما هذه فيسع لازم كنت تحطوها في الفرن، الفرن نتاعي ديجا على 180 درجه. باش ندخلها تعمل غراتيناج بعد نخرجها. نحطها هكايا وانا خليت ديجا شويه صوص. ريتوها كيفاش شربت الصوص بالكدي بالكدي. ونجي هوني توا الواحد اللي قاعد لي باش نحطو نفرقو على المقرونه الكل. نجي هوني باش نحط الفرماج سبيسيال غراتان نحطو من فوق بالكل، وما نوصيكمش عاد لازمكم ترخفو ديكم في الفرماج باش يعطيكم هكاك الغراتيناج مزيان من فوق وكل. نحطو الفرماج، نزيدو الفرماج. هوني خذينا البريزيدون لو رابي بريزيدون اللي هو سبيسيال غراتان، فيه موتزاريلا وفيه ايمونتال. فوالا هذه توا باش تدخل الفور. الفور نتاعي حطيته على 180 درجه، نجم حتى نحطه على 200 درجه جوست من فوق باش اكل الفرماج يتعمل له الغراتيناج وكهو وجاهزه للاكل. بيان سور بعد شقان الفطر بعد الاذان. في شقان الفطر بعد الاذان متفاهمين؟ اي خلينا نحطها ونرجع بعد شوي. هذا المطلوب شنو ناقصها تويكا؟ ناقصها شويه رشه معدنوس ومعاها شويه فلفل بر العبيد للي يحب هكا توزويزه هكا التونسيه نتاعنا والكل. وهذا المطلوب. تنقص لكم توا مادام يسخون هكا، نقص لكم مرسو باش نوريكم البنه كيفاش. اول حاجه باش نوريكم البنه، والثاني حاجه باش نقولكم اللي شفت دخلوها للفور قبل شقان الفطر بدرجين من زمان هكيكه، باش هكيكه تاكلوها سخونه وبنينه وقرموشه وفرشكه والدنيا الكل. كهو لازمنا شويه انرجي بوزيتيف، راهو لازمنا نبدلوا الجو ونعملوا جو في الكوجينه ما يسالش. على هذاك اليوم جبت لكم راهو حاجه ياسر ياسر سهله، عندي بوتي فور يذوب في الفم. على ذيك اليوم باش نودكم بالروسيت نتاعو ساهل على الاخر كالعاده. لي زانغريديون تلقاوهم على يساري، ساهل برشا تعملوا كابتشور وبعديك تلقاو كل شيء مفسر، سينو تلقاوهم زاده على الفيسبوك والا انستغرام تنويشه. هات نبداو تويكا، واول حاجه باش نبداوها بالحق لا تطلب منك برشا افور، لا تطلب منك برشا اقعد استنى واعمل قدون، لا كل شيء باش نحطوه مع بعضه باش تجينا بيتي فور. وانا احنا الحقيقه كلنا في تونس ياسر نحبوا البيتي فور، سورتو هكا كيبدا في الشوكولاته التكستور نتاعو تبدا هشوشه ويبدا هكا كيما سابلي لاصق في بعض وكل شيء. انا عندي ذاك الحنين نتاع الصغر نتاعي على خاطر نمشي هكا. قبل كانوا في العطار يبيعوه بالكعبه، دونك الكعبه يمكن ظالي 100 ولا فازه هكا، دونك ياسر نشيخ عليه ويذكرني في صغري. قلت لكم باش نسهل عليكم، دونك اللي ما عندوش ميزي دونك يجي هوني باش نعملوا بالعين. اش معناها بالعين؟ مشكل بالعين هذيك عاده مش بالعين برشا. دونك مثلا الباركيت هذيا نتاع جديده فيها 250 غرام، باش ناخذوا منها 200 غرام خاطر هوني باش نستحقوا 200 غرام. جيو هوني 200 غرام اش معناها؟ معناها باش نخلي هكا ونستعمل هذا الكل هكا ولا ليه هكا. باش نقول لكم حاجه اخرى زيده، شفت التكستور نتاعها؟ لازمكم تخرجوها شويه من الفريجيدير، ريتوها كيفاش تحسوها كالبومات. دونك لازم هكا تكون التكستور.
بار كونتر يا جماعه السكر المحور نتاع رندا موجود تلقاوه في لي كونت سيرفاس في اي بلاصه في العطاره في الكل دونك باش نستعملوا السكر المحور نتاع رندا ونتصوره نتصور كل واحد فيكم راهو عنده ديما باكو مستحفظ بيه سورتو للعبيد اللي تحب تعمل حلو في الدار ولا تحب تعمل حاجات في ميزون في الدار والباتيسري سورتو الحلو وتو عاد حلو العيد وكلمه نتاعنا والفازات لبنان فوالا دونك هوني باش ناخذ مقدار 150 غرام باش نزيدهم جديده هوني شنو باش نستحقوا اخر هوني توا باش ناخذ وباش نركضهم بالفويل مانيويل والا بالفويل اخر فتكم بالكليم انا بديت باش نعمل فوي ونسيت ما قلت لكمش حاجه مهمه جدا بعيدا على الطشين وك الدنيا هذيك الكل دونك نجيبوا سباتول اللي هي ماغيز وحنا نعيطوا لها فيتون سباتول باه ونجيو وندخلوا اكا سكر غلاس في وسط الجديده علاش باش من بعد مش كي نعملوا احنا الفوي الدنيا كلها تدخل بعضها ويولي معناتها السكر غلاس في البلاصه الكل بويسكو يولي بودر معناتها ياسر جيده ونجم يهلك لنا الحوايج نتاعنا زيده الجبيبه شفتوها لا تيكستور نتاعنا كيفاش وليت فوالا عملنا لها ضربه توا بالفوي دونك توا باش نقول لكم حاجه كي نتحبوها لا تيكستور تجيكم مهشوشه على الاخر وماهيش كلي اما معناتها باش تتفتفت شويه اما تذوب في الفم سورتو معناتها عند الناس الكبار وكل يحبوا ياخذوا هكا حاجه هشوشه تذوب في الفم وحتى مع القهوه الحقيقه تعطي حاجه امبيكابل دونك ناخذوا هوني عظمه ومعاها اصفر عظمه وكان تحبوها لا تيكستور نتاعها هكا تكون معناتها مشاده روحها شويه والكل وتكون تشبه شويه للبشكوت نتاعنا وكل دونك وقتها دون سوكا نحطوا كابتن عظم انا هوني الحقيقه باش نحط اصفر عظمه ومعاها عظمه كامله ونسيت ما قلت لكمش به شفتوا العظم لازم يكون درجه حراره الغرفه شفت باش يجيكم بسكوي ناجح والكل لازم كل شيء فرد تمبيراتور سينو ما تجيكمش لا تيكستور اللي انتم حاجتكم بها واحنا شنو حاجتنا البيتي فور والبسكوي والسابلي والكل ديما البات نتاعو تبدا ياسر فيها جديده والكل وتبدا ياسر فيها ماتير غراس وتبدا ياسر ما تتمسش معناها باليد دونك كي يدخلوا لي زانغريديون الكل مع بعضهم ونخليوها ترتاح شويه تولي عنا لبات متاعنا اوموجين مريقلة دونك تحلوها جست وتشكلوها وبعد دخلوها للفوق وتوا باش نزيدو الاصفر عظمة انا راهو الاصفر عظمة سهل برشا دونك نحطو في صحفة استنى نوريكم نوريكم هاك حطو في صحفة ومن بعد نجي هنايا كل مرة نعمل طريقة راهو ومن بعد نجي ونيخو كان الاصفر متاعها هكا ها شفتوها بعد نجي نحطها نحطو بيان سور ساشيه نتاع سكر فاني على ريحه العظم وكل ونزيدو نعطيو ضربه بالفوي باهي هوني شنو باش نزيدو ما حطينا جديده توا باش نزيدوها مقدار 50 غرام ولا 50 مليلتر ويل دو تورنسول علاش باش يجي خفيفه ما تجيش لابات هكا معناتها شفت الميلونج ما بين الزيت ومعناتها الويل دو تورنسول ولي ماتير غراس ديما يخلي لنا البسكوي نتاعنا يجي هشوش ويجي هكا مهوي فوالا توا باش نصبو مقدار قديش باش نصبو مقدار 50 مليلتر كما قلت لكم فوالا وكيف العاده مش برشا راهو شويه بركه وقلت لكم على خاطر التكستور تعطينا اكثر حاجه مهويه وهايله وخلط خلط خلط شنو باش نوزنوا باش نوزنوا حاجه اخرى اللي هي شنو اللي هي الفارينه سبيسيال باتيسري ايجا نحكيوا على الفارينه تو خاطر بالحق شفت لي زانغريديون لازمك تفهموا كل حاجه شنيه ساعات انا بالحق نعطيكم دي غوسيت ساهلين وكل شيء اما علاش معناتها كي نعمل الميلونج ونعرف كيفاش هذه تخرج مع هذه وهذه تعمل كيفاش دونك نعطيكم الحاجه المامو دونك الفارينه اون فيت انا ديما الحقيقه نستعمل لي فارين هذوما سبيسيال كوسوسوا نتاع البيتزا كوسوسوا نتاع الباتيسري كوسوسوا نتاع البقلاوه على خاطر يبداو معمولين اميليوري للباتيسري سبيسيال باتيسري
على هذاك شفت كل ما تستعملوا هكا مع تليفون سبيسيال كل ما يعطيكم تكستور ما خير كسوسو في البيتزا. اما شنو مش تعملوا نتاع الفارينة نتاع الباتيسري تعملوا بها بيتزا بيتزا تعملوا بها فارينة ليه؟ اما زادة انواع اللي تنجموا تستعملوهم للحاجات المالحة وللخبز وللبيتزا والبولونجري ان جنيرال. دونك هوني انا استعملت الباكوروز هذا نتاع فارينة رندا اللي هو سبيسيال باتيسري. عندي 380 غرام عنا 380 عنا 380 سي بون وصلنا لهم حطوهم على مرتين. هوني عندي مقدار 50 غرام انشاء على خاطر باش يعطيك كتقرمشه من برا التقرمشه من برا وبالحق في التكستور نتاع البسكوي ديما راهو حطوا انشاء انا نحطو كاين باش نعمل هكا مثلا كالكرانشي البولي كرانشي والكل يعطي تقرمشه حتى كي يقعد معناها باش تخليه معشينا جمعه ولا 10 ايام دونك كتقرمشه نتاعو قوش عليه فريش عملته بالوقت دونك يقعد ديما مقرمش مبسس ويسر بنين مش كي من بعد يولي مش بنين. دونك نحطو 50 غرام فوالا نزيدو شويه بركه خميره نتاع جاتو مش برشا معناها مقدار شطر مغرفه صغيره فوالا خاطر كاين باش نحطو برشا باش تولي تنفجلنا ويولي كالمنظر نتاعها الكل يتبدل نزيدو نحطو الكونتيتي الثانيه. الحاجه الاخرى اللي باش نزيدها باش نزيد شويه بركه ملح. علاش ديما نحط الملح؟ ديما باش ينقص شويه من الحروقيه نتاع السكر معناه دونك ديما باش يبدا اكيليبري والكل نحط معاه رشه ملح هكا. هاو توا الفوي كملت مهمته بنجاح دونك توا باش نلم بالسباتول باش نوريكم لا تيكستور والدها باش يجي بحذايا توا ونوريكم التيكستور نتاعها كيفاش تجي ما تجيش يابسه تجي طريه. على هذاك نخليوها شويه في الفريجيدير لو طون اللي طيبنا المالح نتاعنا نخليها تبرد 15 دقيقه 20 دقيقه وبعد نرجعوا نشكلوها في البلاتو والبلاتو نتاعنا لازم يكون 180 درجه كاو شالوغ تورنونت لي الفوق اللوطه مش شالوغ تورنونت. هاي اتوت حطينا البلاتو نتاعنا سخنا الفور على 180 درجه هذه قاعده ترتاح درجين من زمان ما خليتهاش برشا انتم تنجموا تخليوها اكثر والا حتى تنجموا تحضروها قبل شقان الفطر ومن بعد شقان الفطر تشكلوهم وتحطوهم في الفور. هنا عندي بلاتو حطيت فيه بابي كويسون ولاستوس نتاعي من البابي كويسون كي يقعد لي شويه جديده في الاخر بالكل ما نجمش نستعملهم دونك ناخذ بالبانسو ونحطو تحت البابي كويسون باش بابي كويسون يلصق لي في وسط البلاتو. دونك هنا باش نعملو دو فورم دونك الدوي هاني وريت لكم كيفاش دونك الدوي فما كلمه شرفه تلقاوها عند اللي يبيعوا الماتريال نتاع الباتيسري وكل شيء والا تاخذوها السامبل معناها ما فيها حتى شيء. مي انا قلت لكم راهو البيتي فور اللي ذكرني في صغري دونك هذيا الفورمه نتاعو الدوي. نجي هنايا ونبدا نشكل فيهم اما راهو شو البات كاسحه شويه دونك شفت علاش قلت لكم نحطو امش نحط عليها جديده من هوني باش البابي كويسون ما يطلعليش. الحقيقه خاطر تظهر لي هكا اسهل واسرع جوست الوحده كاسحه شويه دونك البوش نتاعكم ما تحطوش فيها برشا بات او الغلطه اللي عملتها هنا توا انا قلت لكم عليها حطوا بشويه ومن بعد اوفيغ يا ميزور زيدوا. الفور نتاعي حطيتو يسخن على 180 درجه باش كي ندخل البيتي فور يا جماعه وهذا المطلوب خرجوا كعبات البسكويت نتاعنا. دونك باش نقول لكم دو استوس لاستوس الاولانيه اللي هي كاين انتم تحبوهم هكا يجيكم ناضجين وكل شيء خليهم اكثر وقت كاين ما تحبوهمش ناضجين دونك نقصوا في الوقت. انا هنا حطيتهم 15 مينوت. نبداو عندي هنايا عسل دونك كان ما عندكمش عسل خذوا شحور هكا عقد شويه. عندي هنايا شوكولا ذوبتها شوكولا نوار وعندي هوني شويه فاكهه هوني عندي شويه بيستاج قعد لي من الحلو والكل يا اخي هاني حطيته باش نعمل به البيتي فور. دونك نجي هنايا ساهل برشا باش ناخذ الكعبه نتاع البيتي فور نتاعي ولازمكم تخليوها تبرد ما تستعملوهاش توت سويت. نجي هوني باش نلصقها بشويه عسل نحط العسل هكايا فوالا ونجي وناخذ كعبه كيف اختها ونحطهم هكا ليتوهما كيف كيف كعبه اخرى ونلصق باش تشد في بعضها من بعد. ذوبنا شويه شوكولاته وتوا باش نجيو نغطسو البيتي فور نتاعنا في وسط الشوكولاته هذيك
مادام الشوكولاته سخونه نحطوا شويه فاكهه، سينو بعد ما عادش نجم تشد لنا. ما نحطوش برشا برشا باش ديما تقعد التكستور نتاع الشوكولاته ظاهره. اش قولكم في كعبات البوتي فور نتاعنا؟ مزيانين مشخشخين وما يشدوش برشا وقت، اي سورتو ساهلين بالحق على الاخر. دونك كنت تحبوا تجربوا الروسيت، انا ننصحكم بالروسيت هذيا على خاطرها ناجحه كالعاده 100%. هيك هو دونك باش نخليو هذوما للسهريه. دونك تنجموا حتى تعملوا تحضروا كونتيتي كبيره. شفتوهم لي زانغريديون باش تخرجوا من هوني على اليسار. دونك لي زانغريديون هذوكم تنجموا تعملوهم فوا 2 ولا فوا 3 ولا فوا 4 انتوما والكونتيتي اللي تحبوا عليها. راهو شفت بالاستوس نتاع الشاي هذيك تقعد لكم قرمشه وفرشكه حتى شهر شهر ونص. حسيلو جربوها وقولوا لي. دونك بالطبيعه من بعد نجموا تحطوها في كل البكويت تيكالوس لذوكم تاع الشاميه والكل، وتعملوا الحلو العيد كما العاده والعوايد. هذم هما الشيوات نتاع اليوم، سامبل افيكاس. البوتي فور او كحاجة وحويجة منه للسهرية ومنه نحضروه للعيد، وفي نفس الوقت الشهيوة المالحة المقرونة نتاعنا بشاميل، حاجة ياسر ياسر سهلة. دونك جربوهم، نعرفكمش تجربوهم حتى كان مش الزوز واحدة منهم. دونك نستنى لي فوتو نتاعكم على باج فيسبوك تنويشة والا نسمة كويزين، وباش نهضموا هالشيوات البنين هذوما عندي واحدة بوكا سيدر وواحدة بوكا ليم. للي يحب البوكا ليم ياخو بوكا ليم، وللي يحب البوكا سيدر ياخو بوكا سيدر. وانا ننصحكم باش تستعملوا البوكا سيدر والا بوكا ليم اللي يكونوا باللار. علاش؟ على خاطرهم ايكو فريندلي، نبعدوا على البلاستيك والجو هذاك الكل، وماشيين مع التيم نتاع البيتي فور. تمشي للعطار تاخذ كعبتين تحطه في مكتوبك، ومعاهم هكايا تهز الجازوزه نتاعك باش يعطيوك جازوزه باللار. وكالعاده كان فاتتكم الحلقه باش تلقاوها على الشين يوتيوب تنويشه والا شنو والا نسمك.